يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه ورؤية قبره فقط؟ من أجل السلام عليه هذا مشروع بدون سفر، بدون سفر. إذا سافرت تقصد الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتدخل زيارة تبعا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهو لأجل الصلاة في هذه المساجد. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. السفر لأجل الصلاة فيها هذا سنة. وأما السفر لزيارة القبور، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، فهذا لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشرك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر السفر للمساجد: لا تشد الرحال، وفي رواية: لا تشد بالنهي الرحال، يعني السفر، إلا إلى ثلاثة مساجد. فلا يسافر لأجل العبادة والصلاة في مكان إلا في المساجد الثلاثة، ويدخل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا، لا يسافر من أجل السلام. أما رؤية القبر فلا يمكن أن يراها، القبر مصون محاط ولا يمكن أن تراه، لا يمكن أن ترى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه محاط بالجدران. نعم.